حضرتك بتكتب واحد اتنين طول عمرك منظم ولا المهنة الجديدة؟ لا 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 لا، طول عمري الحمد لله رب العالمين، وكانت دايما نوت المحاضرات بتاعتي. طبعا طبعا. كنت طالب متفوق يا فندم؟ كنت متفوق. ايه اكتر مادة كنت بتحبها؟ اكتر مادة كنت بحبها التاريخ. التاريخ، التاريخ، في التاريخ فيها عبارة عن سجل الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة ديت. يعني ممكن تبقى حتى لو قالت الناس ان هو تزييف للتاريخ، ما هو ده عبارة عن واقع الزيف اللي كان موجود في العصر اللي كتب فيه التاريخ، حتى لو كان ده فهو تاريخ التزييف في التاريخ. تفتكر احنا في وقت دلوقتي نقدر نكتب التاريخ بصدق؟ ممكن نكتب التاريخ بصدق، اصل هو برضو عشان نكون منصفين كل واحد هيقرا ويبقى عايز يكتب التاريخ من وجهه نظره. يعني انا ليه هيبقى ليا منظور وغيري هيبقى ليه منظور، بس يا ترى مين بقى اللي هو ممكن يكون منظوره عام ومنصف وامين عشان ما يكتبش لا يجامل ولا يظلم برضو؟ يعني هل حضرتك دلوقتي تقدر تقول لي تاريخ 8 سنين شايفه ازاي؟ لو هكتبه في كتاب التاريخ 8 سنين اللي فاتوا ولا 8 سنين ايه؟ اللي فاتوا. اللي فاتوا. هل نقدر دلوقتي مثلا نكتبها في التاريخ ولا لازم نستنى شويه؟ احنا ممكن نكتب يعني كتابه اوليه للاحداث بتجرد شديد، ونجيب ناس متخصصه في الموضوع ده ما يكونش توجهاتها غالبه على كتابتها. حضرتك كنت في المدرسه وبتحب التاريخ، كنت حاسس انك هتبقى موجود في التاريخ ده في يوم من الايام؟ أنا عمري ما دورت على التاريخ. ليه؟ شوفي، أنا التاريخ عندي هو اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. ده التاريخ بتاعي، لأن أنا ممكن أبقى ناجح جدا جدا والتاريخ يكتب عني عبارات جميلة ورائعة وخلت زي ما بيقولوا يعني، وأنا أكون مش كسبان مع ربنا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يقدر، يعني هو مطلع على الأسرار وعلى النوايا وعلى الظروف، وبالتالي هو حكمه هيبقى مطلق في العدالة والرحمة وكل حاجة. وبالتالي إذا كنا بنتكلم كلام بجد، كلام بجد، ده التاريخ بتاعنا. لا لا، ما بفكرش في النقطة دي خالص، مش عايز أي حد يفتكرني غير بأن أنا كنت إنسان حاولت. إيه السيرة اللي حضرتك تحب دايما؟ إن هو اجتهد وحاول يحافظ على بلده ويحمي شعبه، أو يحمي أهله، بلاش شعبه دي، وناسه في ظروف صعبه بس. والسيره تبقى هي دي؟ ده كده عظيم، ده عظيم جدا. هو انا ديك الساعه لما انا ابقى اخد شرف ان انا حميت بلدي واهلي وناسي من ظروف صعبه، ده حاجه عظيمه جدا. لا بس تحب تقول مثلا لو كلمه السيسي قال الانسان يعني عمرك ما حلمت برئيس جمهوريه؟ لا انا ما حلمتش ان انا في احلام يقظه ان انا ابقى رئيس، لا. امال يعني صعب ان انا اقول يعني مهندس دكتور؟ لا انا كنت نفسي ابقى ضابط طيار. عشان كده انا دخلت ثانويه عامه سنه 70. مين يعني ازاي دخلت يعني ادخل ثانويه يعني ازاي قررت؟ الاول كان ساعتها في اعقاب حرب 67، وكانت الخسائر بتاعتنا في مصر في الوقت ده في القوات الجويه كبيره حتى البشريه. وبالتالي يعني أنا كنت طبعا سنة 70 يعني مخلص الإعدادية تقريبا يعني. بس واحد في إعدادي يحس بالحاجات دي؟ والله أنا كنتش لوحدي، لكن في ناس كتير موجودة. طبعا البلد كانت محتاجة وقتها كتير، لأنها كانت بتعيش فترة قاسية جدا، من أتصور من أقصى الفترات اللي مرت على مصر. مين أول حد قلت له أنا عايز أدخل ثانوية جوية؟ مين أول واحد بتقول له كنت بتشاركه؟ هو يعني الوالد، الأم، الوالد كصاحب قرار، والأم كمستشارة وكحكيمة وصاحبة رأي ورشد عجيب. ياه هم دي طبعا أثرت فيك إزاي؟ ياه يعني ساعتها لما قلت لها عملت إيه؟ خافت عليك؟ قالت لك إيه؟ الوقت اللي احنا كنا فيه زمان غير الوقت بتاع دلوقتي. إيه الفرق؟ الأهالي دلوقتي بتبقى خايفة على ولادها أكتر من اللازم. من اللي بيشوفوه يمكن حضرتك؟ لا ما هو اللي بيشوف ما فيش مجتمع في عصره اللي ما بيبقى فيه اشكاليات وتحديات، ما خلي بالكم يعني. لكن الفكره كلها ان كان زمان
الأسرة ما كانتش بتخاف قوي على أبنائها بالطريقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. صحيح. ازاي الطريقة؟ يعني والدتك كانت خايفة عليك ازاي ساعتها؟ لا يعني مش لا, لا لا يعني الخوف اللي هو الطبيعي مش الخوف المبالغ فيه. انا شايف ان احيانا دلوقتي احنا بقينا خايفين على ابنائنا وبناتنا بشكل مبالغ فيه, وبنقول تحت مبررات بقى ان الظروف اللي احنا فيها والزمن اللي احنا فيه لا كل زمن بيبقى ليه مفرداته وتحدياته, والناس اللي بتعيشه المفروض يعني تبقى فاهمة ان وقتنا كان فيه تحديات وكان فيه برضو مخاوف, لكن كانت الاهالي اكثر اطمئنانا على ابنائها وبناتها من الوقت اللي احنا فيه ده. فوالدتك ساعتها ما قلت لها هدخل ايه الحكمة والرشد اللي حسيتك بتقولهم بشكل طبعا طبعا. يعني انا يعني احنا من حي شعبي حي بسيط قوي والناس اللي فيها بسيطه جدا ومختلفين لكن قلبهم طيب, يعني قلبهم طيب قوي, لكن هي كانت على علاقه طيبه بالجميع. علاقتها بيك كانت ازاي؟ بينا بينا كلنا انا واخواتي كلنا, لكن هي كانت انا ليا في معاها وقت كل يوم كل يومين تحدثني وتتكلم معايا تدخل وتدي وتشرح لي وتقول لي, ودايما كان يعني احنا طبعا يعني ناس مش اسر متدينه. التدين اللي انتم بتشوفوه في دلوقتي لا 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 لا, التدين المصري الطبيعي. التدين ان هم ناس بتصلي وبتصوم وبتاع وخلاص, بس الحلال والحرام والعيب كان غالب. العيب ده ما يصحش, ده ما تتكلمش في احد, ما تظلمش, ما تاخدش حاجه مش بتاعتك. بتفتكر كل كلامها دلوقتي وحضرتك موجود في المكان ده في الكرسي ده؟ لما التحديات تزيد والمخاوف تكتر طبعا. ممكن كانك بتسالها كأن بتحس لو هي موجوده. هي حطت إيه؟ شوفي كل ام وكل اب, وده امر مهم قوي ان احنا نقوله دلوقتي, يبقوا عارفين ان ابنائهم عباره عن في فتره طفولتهم ولغايه لما يكبروا هما بيتصوروا هما ما خدوش منهم حاجة, لا هما خدوا, بس الحاجة دي بتبقى الشباب شاب أو شابة عنفوانهم بيغطي اللي شربوه في البيت وبقى طبعا. وبعد كده لما تستقر الأمور يطلع اللي هما خدوه, لو خدوا طيب بيطلع طيب, ولو خدوا مش طيب بيطلع مش طيب. كانت فخورة بيك في المرحلة الأخيرة ولا خافت بقى ساعتها؟ يعني وانت صغير ما خافتش لما خدت القرار ده؟ شوفي هي دايما تقول لي الله يرحمها كانت تقول لي ايه, انت مخلص فما تخافش. مين اللي اثر فيك قوي في حياتك وانت ما بتمشي في الطريق ده دلوقتي تقول انا كان مأثر فيا فعلا؟ اكتر شخصية انا اشوف ان هي اتأثرت بيها كان عمي الكبير ليه؟ عمي محمود اللي هو توفى من زمان قوي الله يرحمه من اكتر من 40 45 سنه كمان. انا طبعا 6 سنين شفته. ايه اللي اثر فيك؟ لا قصه تانية خالص, الراجل رغم كل بساطته لكن عطاء شديد شديد العطاء, الايثار اللي كان عنده كان عجيب, وكان يحب يفيد الناس ويحب يساعد الناس وكان ما بيغلطش في الكلام ابدا, رغم انه انسان بسيط يعني ما خدش حظ كبير من التعليم. ايه الحاجه اللي اتعلمتها منه وماشي بيها؟ الحاجه اللي اتعلمتها منه يعني اذا كان ده موجود يعني اذا كانت موجوده عندي يعني هو العطاء بلا مقابل, مش عايز حاجه بيعمل وخلاص. هو كان بيعمل كده. حضرتك فعلا ممكن بني ادم مش عايز حاجه؟ طبعا. في ازاي حضرتك يعني هقول لحضرتك بس مثال حتى انه مثلا اللي بتعمله ده كله عايز بس انه الناس تقدر تحس بيه, مش فارق معاك؟ يعني بدون شك ان محبة الناس وتقديرها محدش يقدر يقول انه يعني يبقى بيظلم نفسه لو قال كده او مش صادق, لا طبعا. انما
في حد بيبقى عايز حاجة أكتر من كده، أكتر من الناس، عايزك أكتر من الناس. واللي هقوله مش مبالغ فيه والله، رب الناس. ممكن الإخلاص يخلي حضرتك مش فارق معاك شعبيتك، بمعنى مش فارق معاك هيحبوه دلوقتي، بس أنا عارف إن القرار ده لصالح البلد دي أو لصالح المواطنين دول، حاجة شايفة قدام، ومش مهم دلوقتي يكون إحساسهم بيك بيتغير احيانا. الاسعار نتكلم فيها، الحاجات اللي هي، هل حضرتك همك شعبيتك ولا مش دي في حاجه اهم؟ يعني انا هقول ان الشعبيه او يعني حب الذات، يعني عايز دايما يلاقي بريق المحبه في عيون كل الناس. حضرتك لقيته بشكل كان جبار، فطبعا يعني 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 المحافظه يعني عليه بقى، او تحس انه انا عايز بقى هو ما اصل هو ما جاش بان انت كنت بتتحركي عشان تحصلي على شعبيه، انت اتحركتي لقيتي ان الموقف محتاج مننا ان احنا نتحرك لاجل الناس دي كلها، نحافظ عليها وما يحصلش حاجه. وكنت بتراهن على الشعب حضرتك في الوقت ده؟ شوفي، مش ممكن يتجمعوا كده الا اذا كان في حاجه كبيره قوي جواهم جمعتهم بالطريقه ديت. وهنا هنقول كلمتين، مره يوم 30، وبعدين واحد واثنين ويوم ثلاثة، ثلاثة سبعة، وبعدين مرة كمان يوم 24/7. 24/7 ده كان يعني حتى لو كان اللي قبل كده كان مترتب، ده قبلها بيومين الطلب انزلوا من فضلكم، عشان كان الهدف التفويض ده هو إعطاء رسالة للعالم كله إن في شعب في مصر، الشعب ده ليه رأي وليه إرادة. وإذا كنتوا انتوا من فترة 3/7 لغاية يوم 24 حصلت أحداث كتير قوي، بس الناس يمكن تكون أحداث كتير جدا في البلد، كتير جدا، وبالتالي الناس بره وجوه، حد زي كان عايز يشوه الواقع اللي هي الحكاية، حكاية مصر، عايز يخليها إنها مش حكاية مصر، دي حكاية عبد الفتاح، هي حكاية مصر مش حكايتي. ما كانش في مؤامره ابدا، عظمه المؤامره، شوفي بقى، شوفي حنكه المؤامره، اللي ما كانش في مؤامره خالص خالص. وبالمناسبه هتفضل رد الشعب في اي دوله مش في مصر بس هي الحجم، لما تحتشد ورا شيء لابد الكل يستجيب. كان المفروض يستجيب، لكن واضح ان هم ما كانوش قادرين، يعني فكرهم ما عندوش استعداد، انا ما عندوش استعداد، وبالتالي اصطدم. بالمناسبه هو يصطدم مع نفسه مش مع الناس بس. الفكر ده يصطدم مع نفسه. بدليل كده لان هم طبعا، شوفي وده كلام ارجو يعني يتفهم كويس. التاريخ. لا، ان موضوع العقائد في الحكم هيبقى كل واحد حسب درجه فهمه للدين ودرجه وحجم الاعتقاد اللي جواه. حجم التقى اللي جواه. فبما ان انا طبعا انا يعني مش هشرب كوبايه الميه عشان خايف، في حد تاني ممكن يشرب، هنختلف بقى مع اللي ممكن يشربها وانا اللي مش هقدر اشربها عشان انا شايف ان كده يعني حرم وحلال. ففي قضيه خطيره جدا جدا، فلما تبقى دي الكتله اللي بتحكم هتختلف وهتتشرذم مع الوقت، مساله وقت بس. اتمنى حضرتك يبقى زي ما حضرتك قلت زمان، كان الدين حاجه تانية، كان في اختلاف. والله انا يعني انا الحي اللي كنت فيه حي ثري جدا، حي الازهر ده هتلاقي هنا المسجد الازهر الجامع، وهنا الحسين، وتحت بقى شارع، في شارع المعز مساجد اخرى كثيره جدا، بتنزلي شويه كمان اكتر تروحي للسيده زينب. في وسط الكتله دي كلها بالكامل الناس كانت عايشه، وما فيش ابدا فهم ولا ممارسه مبنيه على اساس ديني، وانا مش مبالغ، انا عشت شفت الكلام ده، عادات وتقاليد عادي خالص خالص يعني. وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعني الجيران اللي هنا مسيحيين، وانا ما بحبش اقول التعبير ده مسيحي ويهودي، بس مصر. عشان من كتر ما بنقول، لكن عشان نشرح بس، لا طبعا كل الاحترام، الاحترام طبعا، عم فلان، عم ايه بقى، عم محرز، عم زكي، عم فؤاد، عم كده، عم حلمي كده، عم ما يتقالش غير كده. طبعا ولا في اي شكل من اشكال
اصل هي حتى ما كانتش يعني حاضره عندنا عشان اقول انها كانوا بيقولوا ما تعملوش كده، لا احنا كنا بنعيش حياتنا وحياتنا كانت كده للاسف يعني. فحضرتك نمت بقى يوميها ولا عملت ايه؟ يوم ال يوم ال 3/7 بالليل يعني. فضفضت لمين؟ قلت لمين كده ادعي لي خليك جنبي؟ سالت مين؟ والله والله في المواضيع ديت انا بكلم فيها ربنا بس. ان هو اللي مطلع على اللي احنا بنعمله، لان ممكن الناس تقراه بشكل وتفهمه بشكل انه طمع في سلطه او مؤامره او انه سوء تقدير حتى، لكن ربنا سبحانه وتعالى المفردات كلها بظروفها، وحتى بظروف انا كانسان كانسان فهمي كانسان هو مطلع عليه، فبكلمه هو. قلت له ايه؟ مش قصدي بس اقول له. قلت له ايه؟ واكلمه وفي كل وقت طبعا. طبعا قلت له ايه؟ يعني اعمل كده ولا لا ولا اديني يعني لا بعدها بقى مش كده؟ بعدها بعدها احنا القرار هناخده. فما نمناش او نمت حضرتك؟ طبعا نمت. طبعا. يا نمت بدري؟ لا مش بدري، انا ما نمش بدري قوي يعني. لا الساعه كام؟ يعني 11 12 واحدة كده. ما نمتش بدري؟ تمام. والقرار معانا؟ القرار مرتبط برد فعلهم، عشان كده بقول من ان ما كانش فيه مؤامرة خالص، وكنا حريصين على ان الامور تنتهي بسلام ويبقى في دورة سياسية جديدة. دورة سياسية جديدة يعني ايه؟ يعني نجرب تاني كلنا، وتاخد انت نصيبك من خلال الرأي العام هيقبل ايه منك ويرفض ايه منك. انا اتصور لو كانوا هما كانوا عندهم ناس بتقدر الموقف كويس، كان يجدوا ان افضل مخرج للأزمة اللي احنا فيها دي كانت انتخابات رئاسية مبكرة بمنتهى الموضوعية والقبول والبساطة، ونسيب الناس تحكم. احنا بنقول ان الناس بتاعت الناس اللي بيحصل ده مؤامرة كويس، طب ما هو الاختبار هيحاكد اذا كان ده مؤامرة ولا ارادة شعب مش كده؟ طب اعمل انتخابات جديدة. لو انت الناس جابتك تاني هيبقى رد على كل الناس مش كده برضو؟ طب طب لو ما جابتش خلاص ده رغبته، وانا بس انا بقيت مشارك في الحكم وليا تجربه وليا مصداقيه خلاص، لان لا ليا مصداقيه ان هو لما الناس قالت لا انا تجاوبت. ده ما حصلش. على اي اساس حضرتك بتختار الناس اللي هي بتمثل الدوله وتمسك؟ قال ايه الاساس بتاع حكمك للشخص؟ هل الشطاره، الثقه، الكفاءة؟ هي الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى أن دايما المجموعة الحاجات اللي هقول لحضرتك عليها دي هي دي اللي تبقى الأساس والمعيار في الاختيار. اللي هو أول حاجة لازم يكون يعني حجم من القيم مناسب، يعني أخلاق، انضباط، نظافة اليد. طبعا طبعا يكون ماهر يعني شاطر كفء، لان مش اذا وقت الامر لغير اهله تبقى في خراب يعني. ثم طبعا يبقى انسان شريف وانسان مخلص وانسان امين بجانب مهارته. نعم. ليه حضرتك في الاربع سنين اللي عايز بيفكر بيحلم يبقى رئيس؟ ادينا مواصفات ساعدنا ان الناس دي تعرف تعمل ايه. والله جزء من الموضوع ده مسؤوليتي حتى. طبعا على الأقل أعمل اللي عليا في إن إحنا نجهز كوادر، مش بس على قد الرئيس، لأ، ما الرئيس لوحده ما يقدرش يعمل لوحده برضه. أنت عايزة وزراء جيدين، عايزة مسؤولين في المحافظات جيدين. كل ما الكتلة دي الكتلة القائدة للدولة كل ما تكون عظيمة كل ما النتائج بتبقى عظيمة. حضرتك فعلا بتبقى سعيد بحد يجي وتديله المسؤولية دي؟ اديله المسؤولية. مش مسؤولية تديله ال 95 مليون دول؟ طبعا احاول بقدر ما استطيع ان احنا فعلا يكون في مجموعة تم اعدادها وتجهيزها بشكل جيد، ونقول للناس اختاروا برضه. في فرق بين اجابات الناس احيانا وبين الواقع اللي هم بيفكروا بيه بحق. تخيلي بقى يعني طبعا يعني بيجاوب ايه؟ يعني ممكن يجاوب على هواكي. المصري شاطر قوي، حدق قوي، ذكي قوي. فانت عايزة انهي اجابة؟ غلا؟ الدنيا غلا يعني مش يعني
لكن هو وهو قاعد مع نفسه صحيح بقى عشان ياخد قرار ان الراجل ده نمشيه ولا نقعد يكمل معانا، يقعد يفكر كده يقول لك ما هو هو صعب، بس الحكايه دي مش هتنفع كده بدليل ان في ناس كتير قوي يقول لك يا عيني الله الله يكون في عونه، احنا الشيله كبيره قوي تقيله قوي. طب كيف هو بيقول الشيله تقيله؟ طب ليه تقيله؟ طالما الامور سهله وممكن نحل المسائل. لا، لان هو مدرك وفاهم وعارف مقومات النجاح للدول بتيجي ازاي، بس هو معذور بقى تعبان يعني. يعني ما انا انسان في الاخر، فلما بجاوب بجاوب عن نفسي، لكن لما بجاوب عن الدوله لا بفكر، اجاوب عن نفسي انا تعبان. لكن اجاوب عن الدوله لا نستحمل. اقول تاني، المصريين يتميزوا بايه؟ القدره على الاستيعاب، حتى العقل يعني فكر. هم شعب نبيه قوي قوي ويقدر يستوعب حاجات كتير جدا، ما حدش يقدر يغيره بالمناسبه. حتى اللي هم خدوا اقوى حاجه وليها تاثير على الناس وهي ما قدروش يغيروها بيها، ما قدروش، لكن شوشوهم او شوشوا بعضهم. نعم، حصل تشويش لبعضنا في فهمنا لديننا، وابتدى يتقدم لهم الدين بشكل على مختلف عن اللي احنا عشنا بيه، وكان اللي بقالهم 1000 سنه دول يعني في النار دلوقتي. لا طبعا. طب العيب اللي فيهم؟ عيب؟ عيب في مصريين تتمنى يتغير في طبعهم يعني. تصبروا شويه. في رئيس شايفه بتمشي على نهجه من غير ما تاخد بالك، او في رئيس مأثر فيك؟ مين اكتر رئيس اثر فيك عاصرته او سمعت عنه؟ والله الشخصيات اللي موجوده في على الاقل في الفتره اللي انا عمري يعني كتير يعني طب ودايك لو اقول لك كل رئيس وتقول لي رايك اللي هم معاصرين؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان شخصا وطنيا شديد الحب لبلده، ومش بس مصر، ووطنه العربي. نعم. والسادات؟ السادات طبعا القدر، طبعا إرادة ربنا ان هو يعني انه يعني استشهد يعني، لكن طبعا نقول له هو حبي كان عايز يعمل مسار للإصلاح الاقتصادي، لكن هو طبعا في موضوع الحرب وموضوع السلام انا اعتبر ان هو كان سابق بدون مبالغة. يعني في سكت بتردد الكلام ده، لكن انا بقول لا، حتى في السلام طبعا مصر كانت هتحارب ازاي يا جماعه؟ مبارك. يعني انا يعني حابب اقول دايما ان التحدي اللي جوه مصر اكبر من اي رئيس، جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، مرسي، عبد الفتاح، التحدي اكبر، بس عمره ما هيبقى اكبر من المصريين. احنا هنقدر نتغلب على اللي احنا فيه ده كله مش برئيس، كلنا مع بعض. مين بتقول لك نبض الشارع، نبض الناس؟ مين اللي بتثق فيهم؟ لا انا بتصل بناس كتير واتكلم معاهم، والموده والمحبه اللي بيني وبينهم يسمحوا ان هم يقولوا ما شاءوا، لان انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله ان حد يقول لي الناس زعلانه من الموضوع دوت، الناس غضبانه من الموضوع دوت. دايما انا اتخيل يعني ايه رئيس بتنقل له صوره غلط دي، حضرتك ازاي ممكن رئيس يقع في الفخ ده؟ ابدا ابدا. هو لا، وقصده بيقول لك ايه مثلا؟ ما يقولكش الحاجات اللي حصلت. لا احنا مش عايزين نسمعه كلام يزعله. ايوه بتبقى كده يعني، مش عايزين نسمعه ايه كلام حاجه بيحافظ على اللي هو فاهمه ده، لا المود بتاعه ان هو ما يبقاش متضايق مثلا. لا فانا لا، انا الحقيقه مش بس كده. اولا انا بدي مساحه كلام وحركه مع الزملاء، كل الزملاء، لان هو لو كان الموضوع في المسافه الكبيره بتاعه اللي تخلي المسؤول يتحسب من كلامه معايا، ممكن اوافق ان هو ممكن يقول لي كلام الى حد كبير يعني. طبعا، لكن انا المسافه قريبه جدا، اتكلم ما شئت. هو ان احنا نبقى الناس كلها على قلب رجل واحد وعلى راي واحد، ده مش حقيقي. ان انا اكون محل اجماع مطلق، ده مش هيحصل حتى ايام ال 3/7، مش هيحصل. بس امتى الاعتراض ده يضايقك بقى؟ في فرق بين الكلام والافعال اللي تضر بالبلد. الكلام الناس بتتكلم زي ما هي عايزه،
كفايه اللي حصل السبع سنين اللي فاتوا. فاحنا مستحمله افعال. لا لا ما تستحملش تاني، هي احنا بنرمم نتائج اللي حصل. يعني انا يعني 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 ده ملوش علاقه بال 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 ب 25 يناير و30 يونيو، يعني ده مش ضدهم، اللي انا بقوله ده مش قطح في 25 يناير ولا اساءه ل 25 يناير ولا اساءه ل 30 يونيو، لكن ده تجربتنا. احنا حبينا نتحرك فتحركنا، فتحركنا 25 وتحركنا 30. ايه الحاله اللي احنا فيها دلوقتي؟ بكلمه واحده احنا في ايه؟ يعني مرحلة تثبيت الدولة في نهايتها، ولو وفقنا إن شاء الله في سيناء بالمطلق إن إحنا ننهي الإلهاب في سيناء بالمطلق، أنا مش بقى لو أي حد متصور كده محتاج يعد تقديره، لا لا. إنما إحنا بنتكلم على حجم معين وحجم نوصل له. لو أنا النهارده بتكلم على إن في إرهاب بنسبة 90% هناك، لما ننزل بيه ل 10%، لا طيب. طبعا 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 في دول قعدت سنين طويله تحل المساله وما حلتهاش، وعشان كده الموضوع مش على قد اجهزه قوات مسلحه وشرطه، لا ده الموضوع على قد تنميه حقيقيه لسينا، الناس اللي هناك تشعر بعد اسوه الثلاث سنين ونص ولا الاربعه اللي عدوا دول، لا بنعوض عليهم. احلامك ايه سقفها؟ لا طب الاربع سنين بلاش، الاربع سنين تكون حققت ايه؟ انا عايز اقول لك، انت سالتيني سؤال بتقولي يا ترى انت كنت تتمنى ايه؟ انا اقسم لك بالله انا كنت اتمنى يكون معايا تريليون 2 تريليون دولار توزعهم علينا؟ لا ابني بيهم بلدي. محتاجين تريليون دولار نبني البلد؟ يعني 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 يعني, يعني عشان اتمنى فعلا بتوع انا واعمل بيهم كده. والاسره اسره ايه؟ هم عملوا بالفلوس كلها، مادام تقول لك هيعملوا بيهم ايه؟ احنا ولا بنتفسح ولا بنروح على بنيجي. ما بتتفسحوش يا فندم؟ لا كنتوا بتتفسحوا؟ يعني بسيط. ده مضايقك شويه؟ ده لا 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 بني ادمين احنا. بني ادمين صحيح. مش كده ولا ايه؟ صحيح. اكيد حضرتك مش مولود رئيس جمهوريه. لا لا طبعا خالص، وانا مش ولا يعني ايه؟ بس يمكن اللي بيسعدك بس انه الشارع يبقى فاضي يا فندم لما بتعدي. ها؟ بيسعدك لما الشارع يبقى فاضي لما بتعدي؟ لا والله. بيبقى هو. لا والله. طب ما قلتش وانا اما بحاكم مش هعمل كده ولقيت نفسك بتعمل كده، ما هو هتوصل ازاي في الزحمه دي؟ اولا بيعملوا لي هم كده، مش انا اللي بعمل، هم اللي بيعملوا. وبعدين يقولوا لي ما احنا ما عملناش كده، يعني يعني هتوصل ازاي؟ هتاخد وقت كتير قوي. لا انا طبعا انا احب اكون مع الناس. بس مع الناس امشي واتكلم ويكلموني ويقولوا لي والله اعلم. بس هل قادر دلوقتي تعمل ده؟ اكيد لا. لانك تتمشي. اكتر حاجه بعاني منها ايه بقى؟ هي دي مش قادر، ان انا مش مع الناس، كل الناس. مفيش لحظه اولادك بيجوا يقولوا لك يا بابا انت عملت كده ليه؟ كان ممكن كده. تسمعهم ولا بتحس ما لهمش دعوه بالحكايه دي دلوقتي؟ هم طبعا بيبقوا كل همهم ان انا ما اخدش قرارات صعبه والناس تزعل منها. انا عملت معاكم كده؟ نعم. انا كنت بعمل معاهم كده، انا كنت برضو معاهم يعني مش سهل. لا طبعا عشان يبقوا كويسين مش عشان حاجه تانية. حتى مع البنات؟ لا البنات لا، البنات يعني ده مش مجامله للبنت وللشابه وللست، لا ده تقدير. وانا يعني تجربتي كده، تجربتي كلها ثريه جدا فيما يخص دور الست الام. ما شفتش غير كل حاجه حلوه، دي تجربتي. ممكن واحد يبقى ليه تجربه تانية قد تكون قاسيه عليه فيبقى يعني كاره مثلا، لكن انا تجربتي مش كده. والاحفاد ايه بقى؟ تتمنى لهم لما يكبروا يبقوا قد الولاد يشوفوا البلد دي عامله ازاي؟ أنا مش هبقى يعني مش هبقى مبالغ في سنهم، الدنيا هتبقى غير كده خالص. طبعا طبعا بعد 20 30 سنة؟ لا 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 لا, لا. وأنا مش بقول تاني مش مبالغ، لا إن شاء الله بكرة تشوف يا رب. يا رب طبعا يا رب. حضرتك كان اللي نفسك فيه؟ أنا عايز أسمع نبض الناس بجد من غير تزييف.
انا جايباه تقريبا يكون زي ما هو، يعني ما حاولتش اشيل حاجه. تقولي لا يعني انا مش هزعل والله خالص، انا بحلف. هو ما فيش حاجات كوارث، بس في اراء الناس اللي بتتقال دلوقتي. طب ما اشوفها وريني. يعني هنصورها وحضرتك بتشوفها. او ماله، يلا وهنعرضها. وهنعرضها طبعا. ايش انتوا هترد عليها؟ هتقولي بصوره صعبه قوي. طبعا ده نبض الناس اللي حضرتك طلبته. طيب اظن موثق شويه. ماشي حضرتك. طب معلش قالوا لي لازم الطقطوقه، ولازم لازم الطقطوقه تتحط. لا براحتكم خالص. الخاتم ده ايه يا فندم؟ معلش انا عايز اسال من اول لحظه قبل ما نشوف. هنشوف الخاتم ده ايه؟ معلش بتعتز بيه على طول لابسه؟ في ليه حاجه؟ لا والله ما فيش. انتوا بال انتوا مين؟ لعن الناس. ملوش حاجه بتحب؟ لا لا ابدا. هو هديه من يعني حد غالي عليا قوي، ومن ساعتها والدي يعني. اتفضل. اداه لك ولا؟ اه نشوف النبض. احنا المفروض ما نتكلمش لان وقت الكلام فات. في حبس هنا ولا ما تخافش؟ مفيش حبس خالص. انت بتاعت الكلام ده وقلبك بعيد عني. ابوس ايديك على الرئيس. لا ما حدش يعرف يتكلم. لا انت مش مصريه؟ ما اعرفش والله، يعني مش عايز اجاوب على السؤال ده. رئيس؟ لا ما ينفعش. عيب رئيس. لا في حدود لازم نتكلم فيه. حضرتكم مين الاول؟ الشباب الكنيسة اللي بقى. حضرتك في تصريح للكلام ده؟ انت من تلفزيون ايه الاول؟ مصري. اه يبقى بلاش تتكلمي عشان هي ما فيش حاجه تحصل. بس الكلام ده زعل قوي يعني؟ لا الرئيس صحت ربنا 10 على 10. وصلوا صوتنا اللي احنا تعبانين. الرئيس فاضي ان هو يتابع برامج؟ لا اعرف اقول ولا اعيد. مش المفروض ان انا اقول؟ المفروض ان هو يعمل من نفسه. انا ما اطلبش حاجه لان انا بقيت راجل عجوز وقربت اموت. ربنا يخلي لي لاولادنا واحفادنا. ما خدش اي حقوق من وانا صغير، يعني في ناس هنا بتعيش وبتموت وفاهمه ان الحقوق المفروض ان هي تتولد بيها احلام عمرها ما تحقق. والله يا صوفي كل احنا احلامنا كثيره اساسا. بس قول حاجه منهم. الحمد لله. واخد 2000 ونص. والقران الكريم كل الكيان اللي خلقه ربنا ان حدك العيش عافيه. والسلام عليكم. ووصلوا الكلام ده للاخر. رئيس الجمهوريه. وعايز رقم التطبيق دي. هو بيعمل اكتر من الطلبات. يعني اكتر من اللي بيطلبه الناس، الناس مش متوقعه كده. كله جاي. يعني ان شاء الله في الفتره الثانيه هيشتغل على الانسان، على الصحه بتاعته. يعني الصحه في الحديد، ناقص ادويه وكلفات، يطلع يقول مفيش حاجه ناقصه. هم صنفين او ثلاثه. يصعب علينا ان احنا التاريخ بتاعنا ده كله واحنا في الوضع الحالي. الراجل لازم يبتدي من تحت عشان يطلع فوق. فاكر الانفراستراكشر بتاعتك القليله دي اللي هي الحقيقه. اطلب منه مشروع جديد عشان نكمل شغل. ماشي هو بيعمل اللي قدام، بس لازم يعيش الشباب الوقت الحاضر ده، يعمل لهم مستقبل ليه؟ عمل انجازات ما حصلتش قبل كده، انا مستلمها خرابه. عمالين يقولوا من اول الفتره انجازات 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 وقناه السويس ومعرفش ايه، مش حاسه ان دي حاجه تمس المواطنين في حاجه. وعمل مشاريع كتيره جدا. وعمل طرق. عمل طرق ما اسمهاش طرق، ما اسمهاش 70%. الفقير الشغالين فيها. ايوه ما هو الحصاد جاي. احنا بنتكلم على كده. هو عمل مشاريع وعمل. ايوه ما هو الحصاد جاي. الفقير على الله استفاد بايه بيها؟ انا بتكلم على السلع زي الاكل والشرب والحاجات دي المفروض ترخص. اما بيقولوا كلام ما بيتنفس. اللحمه ب 75 جنيه وخمسة. لحمه ما فيش لحمه ب 75 جنيه يا حاج. الكلام ده كذب يا حاج. الكلام ده كذب. اللحمه في الجامعات
85 جنيه يابا. انا مش عايزك تقول عليا يا اخواني انا ما بصليش، انا ما بصليش، ما حدش يقول عليا ده يا اخواني. القوات المسلحه على دماغنا من فوق، والرئيس ده مش وحش، انا بقول عليه كويس ماشي، بس الكلام اللي بيتقال من وراه الكلام كله ما بيتنفس. الناس لازم تبقى متصرفه. احنا مشكله يمكن اخذنا على الدلع ده بقى لنا فتره، احنا قاعدين موظف برجع باخد مرتبي وبيقضيه وبيفيد وبحوش ومش هينفع. عم واحده زي بتواب بيوتهم ومعايا خمسه، ثلاث بنات وصبيانين وكلهم كبار وعايزين يتجوزوا. اللحمه الغاليه، الخضار الغالي، العرافه الغاليه، يعني وخص الحال شويه، الناس غلابه. الاسعار ما هي جايه واحده واحده. اتمنى ان الله تصدق. فلو اكسب 200 جنيه بديهم للولايه ما بتنفعوش، بفرختين بيض ب 100 جنيه و 120 جنيه، هجيب لي مؤاخذه خضار وبتاع وكلام من قال 200 جنيه، جبتهم ازاي وازاي راحوا؟ ادي الفتره دي نعدي عشان الخير جاي. شفنا ايام كنا بناخد فرخايه في الشهر فرخايه، دلوقتي كل حاجه موجوده. دور عليها دور اللي هي هتزود الحاجه دي النهارده، هاتلي مقابل انا عشان يعني اواجه هذه الزياده. هم مفكرين ان التقشف اللي احنا ماشيين بيه ده ضرر للدوله، بالعكس ده اللي هيوفر فلوس الدوله مع الايام. قلنا شويه من الغلاء اللي احنا فيه، انا شغال سواق ب 70 جنيه، عند اربع عيال، لو عايزين تقفوا نقف. في بصه ان انت هتضحي بالاسعار وهتضحيها على نفسك شويه، بس في الاخر البلد كلها هتطلع لفوق. خلي بالك بقى من بتوع المعاشات دول، يعني بتوع المعاشات دول هيعيشوا اكتر معاشهم. انا اقول له انا عاوز حق اشتغل 5% حكومه، حق اشتغل اكسب فلوس ياما. عايز فلوس كتير تعمل بيها ايه؟ تعمل بيها بالفلوس تتجوز ولا ايه؟ شكلك ثوراني. خلي الشاب يتخرج من هنا عارف هو رايح فين. لا العام كلام من كل ده، يعني قبل ما يتخرج من الجامعه يلاقي وظيفه، وده ما كانش وحش. دلوقتي بيتخرج ويقعد على القهوه. ده في شغل كتير بس الناس تدور على شغل. انا بشتغل مدرب غطس في شرم الشيخ، برضه سبت الشغل عشان الطياره اللي وقعت. شرم الشيخ غردقه من غير سياحه روسيه ملهاش اي، البلد كانها حاجه كده قلب فاضي ولا حاجه اكتر من اللي هو عامله. هو صح كده في تعاملاته كمان، خصوصا مع الجانب الروسي والى اخره، مبنيه على النديه والكرامه. انا اقول ايه يا رب؟ قول انت يا اخي مصر، عايزين مصر احسن بلد في الدنيا. فضل مصر شغاله مصر وراها. اوه طبعا. ليه بقى؟ عشان اللي هو محمود حنفي لازم يحب يشوف. انا مش بشوف ان النظام العسكري بيدرس الامور بشكل علمي قد ما هو بيبص لل النواحي الأمنية أكتر. لو خفنا حضرتك مصر مش هتكمل ساعة. هو الجيش طبعا يعني بحس إن هو دولة لوحده، يعني هو من البلد ومن الشعب وكل حاجة، يعني ما بفضلش لأن هم كمان مش متخصصين في الاقتصاد وإحنا عندنا مشاكل اقتصادية. أنا خدمت في القوات المسلحة 35 سنة، عمر زمن. عارفين يعني إيه في السيسي؟ البلد محتاجة علماء وفرق تشتغل على ملفات، مش شخص يشتغل على ملف. السيسي أحبه جدا وبدعي له في الفجر والله. أثق تماما في وطنيته. أنا هنتخب الرئيس لحد إن شاء الله حتى آخر عمر، لحد أما إن شاء الله الحلم مش كنت تغلط. أنا سميت السيسي ده المنحة الإلهية من الله سبحانه وتعالى عشان يحمي البلد دي. سأقول يا ربنا يخلق زيه 50,000 واحد. من يوم ما مصر أنشئت لغاية دلوقتي محدش عمل اللي أنت عملته في 3 سنين. محمد علي باشا الثاني بعد 300 سنة كده. محمد علي بشخصية السيسي. السيسي؟ عيص في صدره وبوسه. حبيب قلبي ابوس. في اعلام مثلا مستفز جدا، يعني اللي هو التطبيل الزنا على اللزوم. انا تماما مقتنع بالشخص، اقتنع بيه، مش محتاج انك تقول لي او توجهني، فاهم؟ بس محتاجين المره دي يكون في برنامج، ده الاهم. طالما هيترشح تاني المفروض ان هو ينزل برنامج انتخابي تاني. حتى لو الرئيس اللي موجود هيفوز، وهيفوز ومعاه الاغلبيه وكل حاجه، بس التحرك ده تحريك الميه. يا جماعه في مرشح تاني، في راي تاني، في وجهه نظر تاني. مش هيمشي. هو قال انا عايز امشي. برضه مش هيمشي. انا عايزين عدل، مش طالبين منه يمشي. احنا بنقول احنا هو كويس، احنا مش عارفين فيه. وين نودي في ده يا جماعه؟ يبقى كده مش هنتكلموا الكلام السهل. اقول ربنا يفتح الحال ويعينك على اللي انت فيه. قول الحق. ما انا بقول يا ابن الحق. لا الحمد لله، بقول الحق الحمد لله، يعلم ربنا والله. اطلب منه انه يقعد ويريحنا بقى. يقعد على الكرسي ان شاء الله المرحله الجايه ويريحنا. لا اله الا الله.
احنا عايزين اهم شيء يعقب في البلد مم، اهم شيء المم. نفسي نظام التعليم عندنا يتصلح. التعليم ده مش دلوقتي هقول للرئيس، التعليم ده كان من زمان. هو ده اللي على اساسه الاجيال اللي جايه هتبقى احسن. ان هو يحسن التعليم وما يكونش مكلف. لا التعليم ده موضوع كبير وبتاع، يعني عايز وقت وعايز سنين عشان يبتدي من الحضانه، مش يبتدي من دلوقتي. والله البلد كويس، بس في ناس مش عايزه البلد تبقى كويس. ايه حاجه تانيه؟ انه نشوف الناس عايزه ايه. اه بعد ما نوصل صوت الناس. بعد ما نوصل صلح زيرو. لا فيش شقاوة، والبلد تقدم، والبلد مرتاحه، وكفايه الامن والامان. مفيش امان. مفيش امان؟ اه واللي بيحصل ده دليل على الامان؟ لا ده امان. ايه ده؟ لا في الامان. إيه الامان موجود. فين يا امان؟ لسه ماشي في امان. من ساعة ما مسك البلد والحمد لله الامان جه وخير الحمد لله. هو غلى بس مش مشكله. هتعدي ان شاء الله. مصر بلد عظيمه جدا جدا وحلوه قوي قوي، وفيها بركه من ربنا. ربنا يحافظ عليها. ان شاء الله متصورك يا حاج. ما يتصور. طب مش بتتمنى ايه؟ قول لي حاجه حلم كده تحلمه. اتمنى من ربنا يسترها. امين يا رب. انا يعني انا بشكرك طبعا على الجهد ده. بشكرك انك اتفرجت. لا ليه؟ يعني والله يعني انا كنت مش هقول يعني عايز اسمع ده، او ما كنتش فاكر الموقف كده. لا 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 طبعا، بس انا في نقطة واحدة فقط هي اللي انا واقف عندها، اللي هي دي اللي انا عايز اكد عليها وهشتغل عليها، اللي هي موضوع الامن والامان. الامان اللي هو ان المواطن متهيئ له ان هو في حد رقيب على كلامه، وانا مش بقول كلام يعني حضرتك لما شفت ده وانت ما قدمش. لا لا يعني اقصد اقول ان هو اوعى تصور ان انا بقوله دلوقتي ده يعني سياسه برد عليه لا لا، انت تتكلم زي ما انت عايز، ما عنديش اي مشكله، مش ما عنديش اي مشكله، والمفروض ما يبقاش فيه مشكله عند اي حد في الكلام. هي المشكله كلها في ايه؟ احنا وده مش معناه انك انت ما تتكلمش برضه، لكن فكر كويس قوي في كل كلمة. مش عشان ما تقولهاش لنفسك، لانك انت اللي هتقوله انت هتصدقه بعد كده. لو انت قلت ان مفيش امل مفيش امل مفيش امل، انت هتعيش ان مفيش امل. ولو قلت ان بيتم يعني الامن بياخد الناس وكلام من هذا القبيل وقعدت ترددها، هتعيش على ان ده ان في حالة في مصر بتمنع الناس انها تتكلم براحتها، والحقيقه ده مش موجود يعني، او على الاقل ما فيش توجيه بكده خالص. لكن انا النقطه اللي انتبهت لها ان انت من التلفزيون انت ما تتكلميش بقى، انت مش ليه؟ تعودوا على كده؟ تعودنا على كده. لا 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 لا, لا. انا بتكلم، وبرده مش بقول الكلام ده للاستهلاك المحلي زي ما بيقولوا، لا ده كلام مش مظبوط، الكلام ده كلام مش مظبوط. لا ناس حره تماما في كل أراءها وكل تصرفاتها. اللي مش حرية فيه بس إنها تقوم تأذي البلد بعمل عنيف. يعني كتير من اللي كلمهم هنا مثلا محدش لام نفسه، محدش قال إيه أنا عندي 5 عيال ومش عارف أكلهم. طب أنت وأنت بتجيب ال5 أولاد كنت عارف إنك هتقدر تأكلهم ولا لأ؟ ولا حد هيأكلهم لك؟ أنت قلت كلام صعب وأنا استحملته. طب هتستحمله من جانبي أنا الكلام الحقيقي؟ انا النهارده حد من النبي اللي كان بيقول ايه، انا ما يهمنيش غير المام. لا للبني ادم اللي انت هتخلفه مش المام بس بيعيش بيه، انت هتربيه ازاي وهتعلمه ازاي، مش هتاكله ازاي. طب انا عايز اصور بس اي حد من اللي كان بيتكلم بشكل مش مريح وبيقول انا تعبان وانت ما عملتليش حاجه، اقول له طب لو انت الاموبت البوتاجاز تعرف ان هي بتكلف 130 جنيه والدولة بتدارك ب30، اديتها كام الدولة في الأنبوبة؟ 100 جنيه. طيب لو أنا جيت قلت لك النهاردة إن الوقود حتى بعد كل اللي إحنا عملناه فيه ده الدولة بتحط حوالي 40-50% من ثمن السولار والبنزين 80، لو أنا النهاردة اديت لك بثمنه الحقيقي والكهرباء بثمنها الحقيقي، أرقام تانية خالص غير اللي إحنا فيها. أي حد من اللي كان بيتكلم ده عنده بطاقة تموين؟ عنده بطاقة تموين؟ عنده بطاقة تموين. طيب
من سنتين وشويه كانوا 15 جنيه على البطاقه 15 جنيه. النهارده الاربعه اول اربعه بياخدوا 50 يعني 200 جنيه. اللي اداهولك مش انا مصر. لما النهارده نتكلم على 700 800 الف على الاقل وحده سكنيه اسكان اجتماعي، يعني كل مواطن كان نفسه ان هو ياخد سكن كويس. هل النهارده لما اعمل ده ل 700 الف او لمليون يعني 5 مليون يبقى انا ما اهتمتش بالقطاع ده؟ هل النهارده لما ندخل اكتر من واحد و750 الف يعني نقول 2 مليون مواطن او مواطنه ظروفهم صعبه في برنامج تكافل وكرامه، هل ده مصر سابتك تقابل الظروف الصعبه لوحدك ولا وقفت جنبك؟ طبعا المعاشات احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا حجم الزياده اللي احنا قدمناها، بس لا تقارن ولن تقارن بحجم المطالب اللي في ناس سعيده قوي بمعاش السيسي كانوا بيقولوها، وفي ناس وماله بس هم يعني حسب ظروفه بقى. لو راجل يعني مريض بيجيب علاج، فحد بص لقى الكلام ده كله ضايع في علاج. يعني بقدر الامكان بنحاول ان احنا يعني الاجراءات اللي بتعملها ما تبقاش تكسر ظهر المواطن، هي تتعبه لكن ما تكسرش ظهره. طيب لما جيت النهارده مثلا مواطن كان مكسور ظهره او مكسور خاطره على ابن او بنت او زوجة او حتى على الراجل رب الاسرة وعنده بقى له سنين طويلة فيروس سي، وحتى مخبيين على الناس عشان الحاجة دي كانت بيخبوها الناس من الحرج يعني، ونحن النهاردة كل قوائم الانتظار بتاعتنا نخلصها. مين اللي خلص ده؟ أنا؟ لا مصر. الصحة دلوقتي أنا بقول لكل نعمل المستشفيات ونقول للجمعيات المجتمع المدني خشوا خدوا أنتوا، أنا عملت لكم مستشفى وعملت لكم وجهزتها لكم كويس، خشوا أنتوا من خلال كمجتمع مدني خشوا ديروا أنتوا المستشفى. حد كان بيكلمني من كام يوم فبيقول لي إيه القوات المسلحة اقتصادها كبير، قلت له طب كويس تفتكر كام؟ الناتج المحلي بتاع مصر 4.3 تريليون، تفتكر اقتصاد القوات المسلحه كام؟ قلت له قول. انا بقولها دلوقتي ليه؟ عشان حد قال الكلمه ديت وسمعتها من حد من اللي حضرتك بتقولي عليهم بتسمع من الناس ولا لا؟ فقال لي قلت له قول. قال لي يعني 50%. قلت له 50؟ طب انا هقول للمصريين لو اقتصاد القوات المسلحه 50% انا اتباهى واقول انا، لان القوات المسلحه حكومه انا بعمل القوات المسلحه بتعمل 2 تريليون في السنه، ده كلام مش مظبوط خالص. ما تاخدش المعلومه كده وترددها من غير ما تفكر فيها كويس. بقول تاني انا بتكلم في 2% 3% لا 10 ولا 15 ولا 20 ولا 50. احنا بنروح داخلين في قطاع زي المواد الغذائيه بنسبه بسيطه جدا نظبط بها السوق، ننزل فراخ عشان نهدي السعر شويه، ننزل لحوم عشان نهدي السعر شوية، وده إجراء أنا قلت للجيش هتعمله. طب هو بيت الأمور إدارة عمل، إدارة أنا النهاردة عايز الكوبري ده بدل ما يقعد في 4 سنين وخمس سنين يتعمل في 6 شهور وسنة، هل ده مش لصالحنا كلنا؟ إن إحنا نخلي مشاريعنا في خلال الثلاث أربع سنين دول نغير شكل مصر. هو النهاردة المواطن اللي كان بيتحرك عبر مزلعة اللي يتعرض للخطر او يقعد نص ساعة او ساعة قبل ما يعدي اخليه يتحرك في 5 دقايق، انا ما اديتلوش؟ مش انا اديته، مصر. مصر ما اديتلوش؟ لا اديته. او ما اديتلكش رغيف عيش صحيح، لكن هي ريحت وحسنت كتير من نمط حياتك اللي انت فيه، سواء راكب ميكروباص او راكب عربية او راكب اتوبيس او اي حاجة. يعني في شاب من الشباب بيقول ايه، انا عندي 18 سنة وبحلم وعاي امتى؟ ده كل اللي بتعمل ده عشانك انت، هنهون ابو 18 سنه. لو كنا جرينا النهارده على اليوم بتاع النهارده اللي هو ان احنا نحل مساله النهارده بس وبعدين نسيب بكره، كان ممكن يبقى العمليه اسهل من كده شويه، لكن مفيش بكره. بكره ده جاي واحنا مش هنكون موجودين فيه، يقول لك ضيعونا. ضيعنا، كنا بنقول عليه وطن وبيحب بلده، اتاريه هو كان مغمينا وبيضحك علينا والبلد هتخرب. فكان لابد عشان نعمل ده ان احنا نعمل شغل كتير جدا جدا. هو مش طرف يعني، مش انا كان عندي بنية اساسية 10/10 وانا خليتها 20/10، انا كان عندي بنية اساسية متواضعة جدا وانا بستخدم تعبيرات
مهذبة ومنضبطة. لكن هي مش كده، ما فيش بنية أساسية يا جماعة. التعليم الحقيقي غايب بقاله سنين طويلة قوي قوي قوي، يعني أكتر من 30 سنة بس عشان ما نظلمش أي حد. التعليم اللي أنا مصر بيه دلوقتي إن أنا لا يمكن في الجامعة، الجامعات الجديدة كلها حتى جامعات الحكومة مش قابل أبدا إن هي يعني، وده قرار يعني، إن هي تشتغل بتوأمة مع أحسن 50 جامعة في العالم. هم عشان يعملوا الكلام ده معاكي هيضطروا يراجعوا المناهج ويقيموا الطلبة ويقيموا الاختبارات ويبقوا معانا. فده خطوة في إن التعليم الجامعي يبقى يتحسن. طب هيتحسن لكل الناس؟ لا، للجامعات الجديدة اللي احنا بنعملها. طب القديمة بنعمل فيها ايه؟ بنعدين في برامج نحسن فيها. بيخش تعليم ابتدائي قد ايه؟ ملايين يعني كل سنة. فعشان تعملي تعليم بالجودة ديت، حضانة بالجودة ديت للعدد ده كله ببلاش يعني، من غير فلوس. الدستور بيفرض علينا كده، الدستور بيفرض علينا كده. ده مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن احنا ممكن نقلل الموضوع، نقول ايه؟ طب احنا ممكن لكم طفل؟ لطفل ولا الاثنين؟ طب لكم مرة نجاح؟ طب لو أثر نكمل معاه، ولا اللي أثر فيه يدفع ثمنه؟ يعني في كلام كتير لكن احنا برنامجنا هنطلقه السنة الجاية أو السنة دي، اللي هو بتاع الإصلاح التعليم، وهيستمر 14 سنة قبل ما نجد نتاج حقيقي للي احنا بنتكلم فيه. نعم، الممارسه الديمقراطيه. وبيقول يعني احنا كنا عايزين نحس، عارف ان هو اللي هينجح، بس كنا عايزين حد يبقى موجود معاه كده. طبعا بتوع الجامعه وماله. انا بس عايز اقول لهم على حاجه، يعني انتوا بتكلموني في موضوع انا ماليش ذنب فيه خالص، صحيح يعني، والله العظيم انا بحلف بالله العظيم، انا كنت اتمنى ان يكون موجود معانا واحد واثنين وثلاثه وعشره من افاضل الناس وتختاروا زي ما انتوا عايزين. هو ايه اللي حصل؟ احنا لسه مش جاهزين. مش عيب يعني، ما هو يعني احنا بنقول الاحزاب اكتر من 100 حزب. طب في قدموا حد كتير او قدموا حد؟ اهم حاجه في الاعلام ان هو يبقى مدرك تماما حجم القضيه، قضيه مصر في كل الاتجاهات. وده محتاج جهد كبير جدا واعداد كبير قوي من اللي هيطلع يقابل الناس ويتكلم معاهم. هيطلع يكلمهم ويقول لهم، يقول لهم ايه؟ اللي ما كانش عنده خلفيه قويه عن الواقع اللي موجود في مصر والتحديات والحل بتاعها، وكمان يستضيف ناس متخصصه متعلمه جدا تتناول المسائل بشكل علمي. وبصراحه عايز اقول لك بقى، مش معقول انا كل يوم هطلع اقعد قدام التلفزيون، مش انا مفهوم بس لا يعني بكلم كانسان اعلامي، كل يوم اطلع اقعد 5 ساعات ولا 4 ساعات؟ حاولي كل يوم، حاولي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يعني. طبعا اطلع يا سيدي احسن تقول مش عايز يطلعني، لكن ما فيش حد يقدر يطلع كل يوم. لا تقول مش عايز يطلعني، اه مش عايز يطلعني، لا يا سيدي اطلع، اطلعوا له اللي انتوا عايزينه، اللي هو ربنا المطلع يعني. لكن ده مش صح، ما فيش حاجه اسمها كل يوم حد يطلع يتكلم لمده 3 ساعات. هيقول ايه كل يوم لمده سنه؟ الموضوع خلصت. فندور بقى على مش عارف راجل عمل ايه، حد مش عارف اذى ايه، طفله كلام بقى يعني ما يعكسش مجتمعنا وما يليقش، وموجود في كل العصور، وما يصحش ان احنا حتى لو في عندنا عوار يبقى نقدم نفسنا على ان احنا كده مصر بشعبها كده وناسها كده، والراجل مش عارف اعمل ايه في ايه لا يعني هيعمل ايه؟ طيب هيجيب منين؟ إيه؟ عايزين نسبه مشاهده وعايزين اعلانات وبتاع عشان الناس فقدها. احنا هناخد اعلى نسبه مشاهده هنا، ما هي بره برضه. لو كل يوم الناس هتزهق، لو كل يوم انا هطلع اكلمه الناس تزهق. اللي انتوا اتكلمتوا فيه ده مشاكل مصر، كل اللي اتكلم فيه ده تعليم، صحه، اسكان، مرتبات، دخل، اسعار، هي دي مصر. من امتى حضرتك وهي كده؟ يعني انا هقول ايه؟ هقول لغايه يعني في الخمسينات كان في ناس برضه بسيطه وظروفها صعبه، لكن البلد كدولة كان اقتصادها كويس يعني. وفترة لغاية 62 ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجتين واحنا بنقولهم، وارجو ان محدش يفتكر ان انا بعمل اسقاط على حد ابدا. تمام، اذا كنا عايزين نعرف حكايتنا. 62 دخلنا اليمن. دخلنا اليمن وقعدنا تقريبا 4-5 سنين هناك. ده الغطاء الذهب بتاع كل الفلوس، الجنيه المصري راحت في الحرب ديت.
واحنا دولة ما عندهاش القدرة، بدليل ان ايام في الوقت دوت كانت الدولار ب 30 قرش و 35 قرش، فده لغاية 67. 67 بقى كان الموضوع تاني خالص. الضرب بقى دخلنا في أزمة كبيرة جدا جدا، ومحتاجة للتغلب عليها أو تجاوزها أرقام هائلة مش موجودة. وبالمناسبة الأرقام ديت اللي هي إعادة بناء الجيش ثم الحروب اللي تمت في الفترة ديت من 67 لغاية 73، حرب الاستنزاف والكلام ده كله، ده عبارة عن الطلب اللي بتضرب ديت دي بفلوس. يعني مثلا لو احنا النهارده بقالنا 3 سنين في سينا، العربيه اللي بتمشي دي بتمشي بفلوس، البني ادم اللي راكبها ده بياخد فلوس، بغض النظر عن هو مواطن بياخد حاجات بسيطه جدا، الجندي او الصف ظابط او ظابط، لكن في الاخر هو لازم يتقاضى حاجه. من 67 كانت اللي هي الضربه اللي هي هزت الاقتصاد، والبلد اتجمدت من 67 لتقريبا 77 طبعا، لان احنا عدنا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في الفترة ديت، وبالتالي الناس سكتت واستحملت وصبرت، وده المصريين عشان الارض ونستعيدها، وتحملوا كل شيء وتحملوا كل شيء. طبعا 77 خلاص عملنا السلام، فاختلفنا مع الاشقاء ما اتفقناش، فماش حد يساعد. وانت كنت عايز بقى تعمل تطوير للبنيه الاساسيه بتاعتك وتستعيد الواقع اللي كان موجود قبل كده، والتطور بتاع الدوله يمشي، عدد السكان بيزيد، المطالب بتاعه التقدم والحضاره بتزيد، فانت لازم تمشي كمان، تمشي معاها، لما تتاخر تبقى يحصل جمود. فما عملناش حاجه، ده غصب عننا، مش عشان عيب لعيب في عبد الناصر ولا عيب في السادات، مفهوم خالص ابدا، هو الظروف كانت كده. الظروف كانت كده، الدوله تعثرت 10 سنين، وقفت 10 سنين، لكن المجتمع ما وقفش، المجتمع بينمو، والمجتمع حاجاته مطلوبه، عايز اسكان، عايز مدرسه، عايز مستشفى، عايز يشتغل. التراكمات دي كلها بالكامل ابتدت تبقى مشكله لمصر. ارجو ان وانا بتكلم في ده محدش يقول لي يا فندم انت بتقول لنا، احنا بنقول لك عايزين ناكل، انت بتدخلني في المواضيع دي ليه؟ لا، دي بلدنا كلنا، ولازم نهتم بيها كلنا، ولازم نعرف ظروفها كلنا، ولازم نبقى عارفين تحدياتها كلنا. لان احنا ما هنعرف هنقدر نقف قدام التحديات دي وهنتغلب عليها. وخلي بالكم، افتكروا كويس ان كل تحدي من اللي احنا اتكلمنا فيه ده احنا مصر اتغلبنا عليه، كهرباء اتغلبنا عليه، غاز اتغلبنا عليه، دولار مش موجود، خلاص مفيش كلام من ده. انت بتطلب مني ان انا اقول لك على الامل ده، انت شايف الامل اللي انا بقول عليه ده، خطوات انتوا عبرتوها بنجاح مش انا عبرتها بنجاح، لا طبعا، مصر وشعبها عبر التحديات دي كلها بالكامل بنجاح. ايه الحاجه اللي تخليك تقول مش نازل خلاص، مش لاعب الاخر؟ هم طبعا، هم الاول، هم الاخر. لو الشعب بقى الحاجه، لو انك تحب سيرتك تبقى ازاي؟ عند ربنا بس، معلش الناس هتقول ده كان عند ربنا، ربنا هو اللي يعني مسيطر على قلوب الناس وعقولها. عبد الفتاح الانسان؟ انسان زيكم زي كل اللي في الشارع. ده رئيس الجمهوريه فخامه رئيس الجمهوريه؟ لا لا لا، هو الانسان ده جميل، انسان عادي خالص بسيط، مش عايز حاجه غير انه بيحلم لبلده ونفسه يشوفها حلوه. لازم تكونوا عارفين ان انا ما اعرفش غير العمل والعمل والعمل.